اللمة دايمة بإذن الله، والسفرة بالخير مليانة. مسلم مسيحي أدي مصري، وبيوتنا دايماً عمران. اللي يناول ده طبق واللي يناول ده مية، ده مفيش كرم ممكن تلاقيه قد البيوت المصرية. ودي عادة دامت جيل ورا جيل. نشوف موائد للصايمين، كلنا على باب الله والخير في مصر اليوم الدين. أستاذ مايكل، إحنا قاعدين أهو على مائدة الرحمن في قارعة الطريق. اسمه إيه الشارع ده؟ الشارع ده امتداد شارع التلفزيون، شارع رئيسي هنا في الأقصر. وإحنا كان لينا مكان، يعني لينا تلاجات مقام مشهور الشركة. الشارع ده التلاجة، عند التلاجة. التلاجة. أيوة. اسمها تلاجة روماني. أيوة. معروف عنه كتير، تبرعاته وأعمال خيرية كتير. والمائدة بتاعت الرحمن دي بقاله كتير بيعمل المائدة؟ من 89 كبداية، بداية شغل وبداية مائدة. وعايز أقول لحضرتك، إحنا كمان مش بتتوقع، يعني مش بتتقدم مش المائدة بس. مش المائدة بس، ده كمان في نفس الوجبة دي بتتقدم في 4 مستشفيات، في الحميات، في الأرمان، في المستشفى هنا في الأقصر. مستشفيات هنا في الأقصر. مستشفيات هنا في الأقصر. بس يعني غريبة إن مسيحي يعمل مائدة رحمن في رمضان، غريبة. صدقيني، هو أستاذ روماني مش جديد عليه، مش جديدة على المادة دي من انت زمان. انت ما استغربتش يا استاذ مايكل لما جيت وانت شغال وقالوا لك بص بقى يا مايكل، انت الشهر ده هتعمل 30 يوم في رمضان وتقف عليهم وتشوف بقى تعملوا فراخ ولا لحمه ده من اساسيات الشغل. لما جيت اشتغلت عرفت ان المادة بتتعمل من قبل ما انا اشتغل بكتير، يعني. وانا بتعمل على 250-350 فرد كبيرة، حتى اللي بيبقى مسافر بياخد بيته وهو ماشي. في ناس بتيجي بعد الفطار؟ في ناس بتيجي بعد الفطار بتاخد، كله موجود. مفيش مسيحيين يجوا يفطروا وياكلوا كمان مع الناس اللي بتاكل؟ احنا بنحدد هنا يوم وبنفطر كلنا مع بعض. بتحدد يوم معين؟ بحدد الاستاذ روماني يوم بيجي نفطر كلنا هنا مع بعض. انت مربي ولادك ازاي؟ يعني انت ولقيت نفسك بتشتغل مع واحد خير بالشكل ده، وواحد بيحاول يعمل اخاء بين الناس، انت تربي عيالك على ايه؟ بيقولوا لكش مثلا نفس ايه اللي انت بتعمله ده؟ نفس ما اتعودت هنا واتعلمت هنا تعمل في بيتك؟ بتعمل في بيتي. انا لسه ولادي صغيرين بس هيكبروا ويعملوا زي كده. عندك عيال مين؟ عندي مريم 7 سنين، عندي كرول السنه ونص. مريم وكرول، ربنا يخليهم لك يا رب يا مايكل. ايه الاستعدادات اللي بتعملوها عشان تعملوا مائده بالحجم ده؟ 900 وجبه بتتوزع و200 300 بني ادم بياكل. قبل رمضان بشهر نبتدوا نشتري المكرونات والرفزات والخضار واللحوم والفراخ وكل التجهيزات، حتى الحلو والكنافة والجلاش والحاجات الحلوة اللي بتتقدم، والبلح. البلح ده احنا بنجيبه بكميات عشان يكفي الشهر كامل. ما انتوا جنب البلح هنا. لا كله، يعني وجبة كاملة متكاملة كمان الحلو بتاعها معاها. والحلو معاها. والعصير بينزل بعد، العصير بينزل بعد الوجبة. بعد يعني انت حتى كنت بتصوري هتعرف ان الوجبة بعد ما بتنزل وقبلها البلح. مين بيسيرفس؟ زمايلنا نفسهم اللي معاكوا في التلاجة، اللي معاكوا في الشغل. زمايلنا نفسهم. مسيحيين ومسلمين ولا مسلمين ولا خلطة؟ لا كلنا مع بعض، مسيحيين ومسلمين. بنقدم، اللي بيقدم هيفطر في بيته، هيفطر هنا، كلنا مع بعض بنجهز. يعني المسلمين اللي معاكوا اللي بيشتغلوا يتأخروا شوية على الفطار وهم مروحين، يسيرفسوا الأول على الجماعة اللي جايين للخير وبعدين يروحوا. وفي منهم اللي بيفطر هنا كمان. المسلمين اللي اتأخر يفطر هنا. بيفطر هنا. في ناس ما بتروحش، واللي بيروح بياخد وجبته معاه بيروح. تفتكر يا استاذ مايكل شكل المائده زمان من دلوقتي كان فيها اختلاف؟ طبعا زمان كنا بنقدم الوجبه اطباق ومعالق وكده، دلوقتي الدنيا اتغيرت عشان خاطر الكورونا والعدوى. طبعا. فبنقدم في علبه العلبه الفوم دي، فوم البيضه معاها معلقتها ومعاها كل حاجتها. بس الترابيزات نفس الشكل والناس نفس الشكل. نفس الترابيزات ونفس الكراسي، ومعظم الناس اللي بتشتغل، الناس اللي بتشتغل هنا موجوده من سنين. بيشتغل في مكان زي ده ما ينفعش يسيبه. ما يسيبوش ابدا. عشان بيحبوك وبيحبوا. انا بشتغل هنا من 16 سنه، عمري ما شفت حد جه طلب حاجه وترد. من خير واتربت. طب وحاسس ان الرزق كويس في الشغلانه عشان الموضوع ده؟ طبعا طبعا. يعني ما دي علامه، ده الواحد يتعلم. ما فيش مردود بقى، ربك ما بيبعتش كتير لما كتير. صدقيني كتير عطلات بتمشي وكتير مشاكل بتتحل لوحدها، وكل ده احنا اللي بنشتغل، مش اصحاب الشغل بس بنشوف كده يعني. حتى في حياتك كتير. مايكل، ينفع تاخدني اتفرج على المطبخ عندكم وانتوا بتطبخوا وتحضروا الوجبات وكده؟ اكيد اتفضلي.